يبقى أول خطوة زي ما شفنا هي إنشاء صفحات الكتاب باستخدام الوورد، ولكن الأول طبعا أحب أقول إن إحنا لازم نعمل فولدر، ولو هنسميه مثلا بوك اتش تي ام ال، بحيث إن إحنا نجمع في الفولدر ده كل ملفات المشروع اللي إحنا هنشتغل بيه، ونبتدي نفتح الأوفيس من خلال All Programs، وهنلاقي عندنا مايكروسوفت أوفيس، وهنلاقي فيه مايكروسوفت اوفيس وورد 2007 للي عنده 2007. بيكون قدامي التولز اللي انا اقدر من خلالها اكتب صفحات الكتاب بتاعي، واقدر انسق من خلال البار اللي هنا اللي هو فروم، ممكن اعمل تنسيق من ناحيه الحروف، من ناحيه الفونت سايز يعني ممكن الحجم ازوده، ممكن اعمل الوان او خلفيات للالوان، وهنا اعمل الالوان، وهنا ممكن اعمل خط عريض او خط تحت او تحت نص تحت خط، او ممكن اجيب الخط في اليمين او في النص او في اليسار. فطبعا الوورد بالنسبه لنا هيكون سهل، وهيكون قدامنا دلوقتي مثال حي جاهز للكتاب، عباره عن صفحه عاديه جدا كاتبين فيها، وبعد كده بنجيب جزء جزء للكتاب او فصل فصل على حسب التقسيمه اللي احنا عايزينها، وبنحطها في ملف واحد، وبعد كده بنعمل سيف از، وبنختار الموقع على الفولدر او الفولدر اللي احنا انشئناه اللي هو متسمى هنا اللي هو متسمي هنا بوك اتش تي ام ال، وبعد كده هسيبه، ولكن مش بالصيغه بتاعت دي او سي اكس، بل هعمله بصيغه اتش تي ام ال اللي عاديه، مش الويب بيج فلتر، لا العاديه الويب بيج اتش تي ام او اتش تي ام ال، وبدل ما هيبقى اسمه كده نص هخليه مثلا 001 001، وبعد كده هعمل سيف. الاحظ ان مجرد ما بعمل سيف الصفحه بتبقى عريضه وكانها بتتحول جوه الوورد لصفحه ويب. هاجي للصفحه الثانيه من الموضوع، والاحظ في الصفحه الثانيه ان الجزء ده او الفصل ده واخد اكتر من صفحه وورد. هل يا ترى لو انا حولته لسي ل اتش تي ام ال هيتقسم لعدد الصفحات اللي هنا؟ طبعا الجواب لا، كل الصفحات اللي احنا شايفينها دي هتتجمع في صفحة HTML واحدة، لكن بنسيبها بنفس الشكل Save As، وبعد كده Web Page في الصيغة نخليها HTM، ونغير الاسم هنا ل 002 ونعمل Save. أهو كل الصفحات كان في طبعا كم صفحة كلهم اتجمعوا في صفحة ويب واحدة. ونيجي للصفحة الأخيرة، طبعا هو الكتاب بتاعي عبارة عن ثلاث فصول أو ثلاث أجزاء، وكل جزء بخليه في صفحة منفصلة. أعمل Save As، وبعد كده HTM، والصفحة دي هتبقى رقم 3. بكده يكون انتهى دور الوورد. لما ارجع للفولدر بتاعي هلاقي فيه ثلاث صفحات ومرتبط بيها ثلاث فلادر، ممكن يكون حاملين بعض الملفات اللي بتستخدمها الصفحات، ولكن انا هجمعهم كلهم في فولدر واحد هسميه بيج او بيجز. اخد الصفحات، ولاحظ بمجرد ان انا بختار الصفحات وبحطها جوه بيجز الفلاتر كمان بتتحط اوتوماتيك فيها. يبقى معنى كده ان صفحات ال HTML لما هتتصل هتتصل بها من خلال فولدر بيجز. اول خطوه انتهت وهي انشاء صفحات الكتاب باستخدام وورد، ونيجي للخطوه الثانيه هي تصميم هيكله شكل الكتاب بواسطه HTML.